وايه المشكله في كده؟ المشكله اننا لازم ناخد بالنا وما نتعاملش مع الحاكم او المجموعه الحاكمه على انهم من مجتمع مختلف عننا، وانهم لو مشوا حال البلد هيبقى على ما يرام. انا مش ضد الثوره عشان ازعل لما الثوره تنجح او اكون مش متاكد من نجاحها اصلا، كل الفكره اني خايف. انا فاهم كمان انك مش عايز الناس اللي ما نزلتش مظاهرات تشتري ابنها واقتصادها وتسيب السياسه. ما تقلقش، تاريخ مصر طول عمره بيدافع عن الوسطيه، من ساعه ما طلعنا فيها وعندها ثقافه، حتى لو مش باينه دلوقتي صدقني اكيد هتبان وقت اللزوم. هو انت هتقولي نعم ولا لا؟ هقول لك. انت مسيحيه؟ احبتي في الله، بلغتني أخبار سارة بنعم. الله أكبر. وكانت هذه غزوة اسمها غزوة الصناديق. النهاردة في زماننا بيقولولنا بيننا وبينكم إيه؟ الصناديق. بيننا وبينكم الصناديق. وقد جعلنا بيننا وبينهم الصناديق، وقالت الصناديق للدين نعم. تفتكر ان انا لما قلت لا للاستفتاء يبقى انا ضد المجلس العسكري او ضد الجماعات الدينيه؟ شفت ان احنا هنكسب وبقينا الاغلبيه. شفتي كمان اللي حصل في جامعه توحيد الصف؟ ايه انا وانتي؟ يا ريت تفتكري وانتي بتتكلمي عن التسامح اللي احنا مش حاسين بيه اصلا من الغرب، تفتكري اغتيال المفكر المصري الكبير الدكتور فرج فوضى الله يرحمه؟ مين ده؟ انت اكيد بتقولي الكلام ده وحاطه عمرك على كفك. ربنا يعينك. سلام بقى.